بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، شعب عربي، ساعات معتمدة، محاسبة متوسطة 2. يضمن هذا الملف الثالث حالة عملية أو حالة تطبيقية على سيطرة كاملة، بمعنى شراء شركة قابضة لجميع أسهم الشركة تبعك مقابل 170,000 جنيه، وبديل السداد هو السداد النقدي. وأرجو دائما قبل أي إجابة التركيز على المطلوب. تمرين 1: في 1/1/2017 قامت الشركة سين بشراء 100% من الأسهم العادية للشركة صاد مقابل 170,000 جنيه، سددت نقدا، وفيما يلي الميزانية العمومية للشركتين في 1/1/2017. وكما تعود هو نفس شكل الميزانية: أصول، خصوم، شركة سين، شركة صاد، والشركة سين اشترت الشركة صاد مقابل 170,000 جنيه صدقة، كما تم تناولها فيما سبق في الملفات السابقة. تمام. والمطلوب: هناك استعراض لخمس بنود للمصرف كلها تؤدي وتهدف إلى غرض واحد، ألا وهو إعداد الميزانية المجمعة في 1/1/2017. فهذه الخطوات تم تحديدها بالتفصيل في المثال المعروض أمامكم أبناء الأعزاء حتى نستوعب ما خطوات للوصول للهدف. والهدف هنا هو إعداد الميزانية المجمعة في 1/1/2017. ولنأخذ المطلوب الأول: إثبات الاستثمار في تاريخ العيادة في الشركة القابضة سي. هو قال إن الشركة القابضة اشترت الشركة التابعة ب 170,000 جنيه نقد، يتم فتح حساب استثمارات بالتابعة. يبقى من حساب الاستثمارات بالتابعة صاد للنقدية كما سبق عرض ذلك شراء النادي. الخطوة الثانية: بمجرد إجراء عملية الشراء لابد من تعديل الميزانية للشركة القابضة المذكورة في التمرين، وبالتالي الميزانية المعدلة هي نفس ميزانية التمرين، ولكن يضاف لضمن الأصول حساب الاستثمارات في الشركة التابعة صاد 170,000 جنيه، كما إن النقدية يتم تخفيضها بمقدار 170,000 جنيه، وهي كانت في التمرين 200,000 ناقص 170,000 أصبحت 30,000. وهنا عزيز الطالب، كما سبق التنبيه، لابد من جمع الأصول وإكمال الخصوم والتأكد أن الأصول تساوي الخصوم. هذا مؤشر إلى أنك تميل إلى الإجابة الصحيحة والسليمة. ثالثا: نريد إجراء عملية الجمع أصول وخصوم القبضة مع التبع. إذا جمعنا على حالها سيحدث ازدواج كما سبق التعرض في الملف السابق، لذلك يجب إلغاء فرض الاستثمارات مع حقوق ملكية الشركة التبع. في التمرين: حساب الاستثمارات المفتوح في قيد الشراء كان ب 170,000 جنيه مدين ضمن الأصول، يقفل البدائل إلى حساب الاستثمارات مقابل أن يتم إقفال حقوق ملكية التبعة. وحقوق ملكية التبعة الواردة في التمرين هي 120,000 جنيه رأس مال، 30,000 جنيه احتياطيات، ومن المعروف أن الحقوق الملكية دينا تقفل تبقى مدينة. فمن رأس المال 120، من الاحتياطي 30، نفاجأ أن حقوق الملكية 150 والاستثمارات 170، فالفرق مدين شهرة موجبة أصول، لذلك يفتح حساب يطلق عليه من حساب شهرة المحل. بمجرد إعداد الثلاث خطوات السابقة يمكن إعداد ورقة العمل، ولكن يجب التأني في إعدادها لأنها السبيل الأساسي للوصول
إلى الميزانية المجمعة. وعلى خطوة رابعة إعداد ورقة عمل لإعداد الميزانية المجمعة في 1/1/2017. بداية بيان عمود للقب تسيم، عمود للتبع صار، كل التسوية الذي تم إعداده، الميزانية المجمعة. بالنسبة للقب تسيم، الأصول والخصوم المعدلة والتي سبق إدخال حساب الاستثمارات بها وتخفيض النقدية بالمبلغ. تمام. ويجب هنا طرق سطرين في المدين وسطرين في الدائن، أي سطرين في إجمال الخصوم قبل إجمال الخصوم وسطرين قبل إجمال الخصوم، لأن هناك حسابات جديدة من المحتمل زور بدلا من دائما المسح والشط، مما يسيء إلى طريقة إجابتك وعدم تركيزك في الإجابة. قبل أن ننقل ميزانية صاد، لابد من التأكد أن القبضة سين المعدلة إجمالي أصولها تساوي إجمالي الخصوم 450,000. إذن الأرقام المنقولة سليمة. بالنسبة للتبع صاد، يتم أرقامها كما هي في التمرين. فلم يتم عليها أي تعديل. والتأكد أن عميد النقد سليمة، ويتم أيضا جمع إجمالي الأصول مع إجمالي الأصول. نأتي للخطوة المهمة جدا الجديدة، ألا وهي نريد أن نجمع ميزانية القبضة سين المعدلة مع التبع الصاد من التمرين. عملية الجمع هذه قد يحدث فيها يتوجع نتيجة إن حساب الاستثمارات ال 170,000 جنيه هو يمثل أيضا رأس المال ال 120,000 جنيه بصاد والاحتياط ال 30,000 جنيه. فإذا جمعنا بنجمع مرتين، مرة حساب الاستثمارات مع صاد الأصول صاد، ومرة مع حقوق ملكية صاد. لذلك تم إجراء كل التسوية. فعمود التسويات مدين وداين يتم نقل مجرد ترحيل لقيد التسوية. فقيد التسوية زاد رأس المال ومن الاحتياط ب 120,000 ومن الاحتياط ب 30,000، وظهر حساب في المدين، بفتح حساب باسمه بالسطر الفاضي، السطرين الفاضيين السطرين الفاضي المطروقة الفارغة في السطرين الفارغتين باسم شهرة المحل ب 20,000 جنيه إلى حساب الاستثمارات ب 170,000. قبل أن ننتقل لعمل الكم، لابد من التأكد أن إجمالي التسوية المدينة يساوي إجمالي التسوية الدائنة، وهي فعلا المدين مجموعة 170 والدائن مجموعة أيضا 170 جنيه. هنا نستطيع الجمع ولا توجد أي مشكلة، حيث أن 150 و60 و210 و190 والاستثمارات أساسا اتلغى، هو مدين القبضة سين اتلغى دائم صفر. النقدية بتاعت سين 30,000 وصاد 100,000 130. ظهر حساب جديد نتيجة الجمع يطلق عليه شهرة المحل ضمن أصول المجمع ب 2000 جنيه. إجمالي الأصول 500,000. نأتي الأصول، يتم الجمع. هنا نلاحظ أن حقوق ملكية التبع تم إلغاء. 120 رأس المال تم هي دائنة، تم إلغاء مدين. وال 30,000 الاحتياط هي دائنة بالتسوية مدين. إذا الذي يظهر في المجمع هو رأس مال القبض 250,000 فقط، والاحتياط القبض 120,000، ثم تجمع الالتزامات 80 و50 130,000. نصيحة عزيز الطالب، اجمع الأصول واجمع الأصول وتأكد أن إجمال الأصول تساوي إجمال الأصول. العمود الأخير هذا هو الغرض من المطلوب، الغرض الأساسي من المطلوب. ولذلك لا تتكاسل عن الطالب
يجب إعداد الميزانية المجمعة أي بيان بالميزانية المجمعة فقط. وأن نضع في اعتبارنا أن حساب الاستثمارات صفر، فليس من اللائق بدء حساب قيمته صفر في الميزانية المجمعة. لذلك يتم الأصول المجمعة والخصوم المجمعة وإجمالي الأصول وإجمالي الخصوم متساوي، ولا يذكر حساب الاستثمارات لأنه قيمته صفر وتم إلغاء. هذا هو الهدف الأساسي للسيطرة الكاملة، إعداد ميزانية مجمعة في تاريخ الحياة. شكرا عزيزي الطالب.